مؤمنة قوية وثابتة، هدى النابلسي، والدة الشهيد إبراهيم، امرأة استثنائية، حملته في أحشائها جنيناً، واليوم تحمله شهيداً ثائراً مقبلاً غير مدبر. شهيد في دا فلسطين، في دا الأقصى، في دا المسرى، بس وصيته إنكم ما تتركوا سلاح من بعده، الله يرضى عليه، نفذوا وصيته، كل حر شريف ينفذ وصية إبراهيم، الله يرضى عليه. من هذه النافذة أطل الثائر النابلسي، بعث برسالة صوتية مقتضبة سجل فيها وصيته الأخيرة، أعلن فيها نبأ استشهاده وحبه لأمه، وعهدا على الرفاق ألا يتركوا البندقية. أنا استشهدي لي يا شباب، أنا بحب أمي وحافظ على الوطن من بعدي، وبوصيكم وصية تحيات عرضكم ما حدا يفرك البارودة، شرف عرضكم. أنا هنا هلأ محاصر ورايح استشهد، ادعوا لي. أبو فتحي كما أحب أن يناديه الناس وكما هو منقوش على خاتمه، اختار هذا اللقب اقتداء بالقائد الشهيد نايف أبو شرخ أبو فتحي. نعم المقتدى ونعم المقتدي. نسبة للشهيد القائد نايف أبو شرخ أبو فتحي، هو صغير كان يعشق هاي الشخصية، بناء عليها أطلق على حاله هذا الاسم. إبراهيم كان رجل شجاع مقدام، ما يهاب أي إشي، رجل بكل معنى الكلمة، كان رافع راس نابلس كلها. صحى الأمة جميعا من الرقود اللي كانوا عايشين فيه، وعش جيل كامل إنه إحنا كمان واقعين تحت احتلال، هل هم إحنا كمان واقعين تحت احتلال، يجب محاربته بأي طريقة من الطرق. النابلسي هاتف والده وودعه وأوصاه بالوطن والبندقية كما أوصى رفاقه، وعندما اشتدت المعركة استشهد ورفيقه إسلام صبوح قبيل تفجير حجرته التي تفوق الاحتلال عمرا. تفحم إسلام وأصيب إبراهيم بست رصاصات عاجز الطب أن يخلصه منها. اتصل علي هو طبعا، قال لي يابا إن استشهدت ما تزعل علي، ما تزعل وما تتضايق، وصيتي للشباب من بعدي لا يلقي السلاح، هيك كانت وصيته إلي. قال لي ما تزعل نهائيا يا أبي، والحمد لله، ورضى الله يقاوم للنفس الأخير، الحمد لله على كل حال. يعني طالبوا منه الاستسلام ولكن رفض، ظل يقاوم حتى النفس الأخير. على بعد خطوات من رفاق دربه الشيشاني والدخيل والانبصلت، عانق النابلسي تراب الوطن الذي استشهد من أجله واستشهد عليه، ورفض أن يسلم بندقيته، وكانت هذه آخر وصاياه. البندقية والوطن، من مدينة نابلس لشبكة وطن الإعلامية، بهاء بركات.